في هذا الدرس المميز من الدرس من باقة ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين فقط. Thousand words in 2 minutes. اليوم حلقة مميزة جدا ومهمة لجميع المشتركين. اليوم راح نراجع مراجعة بسيطة للكلمات من رقم 1 إلى كلمة رقم 10، وبالأخير سوف نجري اختبار معا أنا وأنتم سويا في انتهاء هذه الحلقة. إذا فلنبدأ بالمراجعة أولا ثم نستعد للاختبار في منتصف هذا الفيديو وإلى النهاية. أحتاج أن تحضرون قلم ودفتر تدونون بعض المعلومات والكلمات، وأيضا بإمكانكم في نهاية هذا الدرس مراجعة الباقة والسلسلة كاملة مع المزيد من الشرح والتفصيل في الرابط الذي سأضعه في أسفل هذا الفيديو. هيا لنبدأ بالكلمة رقم 1. كلمة رقم 1 كما أخذناها سابقا abuse، وبمعنى إساءة أو مساوئ أو سباب مفاسد شر أو ظلم. خلنا نأخذ المثال عليها. Abuse of the prisoners will not be tolerated. Abuse of the prisoners will not be tolerated. ننتقل إلى الكلمة الثانية abroad. في الخارج أو خارج البلاد في كل الاتجاهات فوق مساحة واسعة abroad. راح نستخدمها الآن في جملة. We usually go abroad for a week in May. We usually go abroad for a week in May. بإمكانكم قراءة الترجمة بالأسفل. We usually go abroad for a week in May. حاولوا أيضا لفظ هذه العبارات بصوت مرتفع حتى تتعلموا وتتقنوا اللفظ الصحيح. ننتقل للكلمة الثالثة attractive. ملفت الانتباه، جذاب، فاتن، ساحر، محبب. ننتقل للكلمة أو نأخذ المثال على كلمة attractive. She was wearing a very attractive perfume. She was wearing a very attractive perfume. كان عطرها جذاب جدا. She was wearing a very attractive perfume. الكلمة الرابعة finite. شيء محدود أو كلمة محدود. نعم finite. الكلمة الرابعة الآن سوف نأخذ المثال على هذه الكلمة أيضا. Everything we perceive is filtered through our finite minds. عقولنا المحدودة. With finite vocabulary. مع مفردات محدودة. Everything we perceive is filtered through our finite minds with finite vocabulary. ننتقل إلى الكلمة الخامسة enact. سن قانون، مثل دور كذا أو أحدث أمرا. enact. المثال على هذه الكلمة without understanding why بدون فهم السبب. She allowed herself to enact the strange thought. سمحت لنفسها باتخاذ الفكر الغريب. Without understanding why, she allowed herself to enact the strange thought. الكلمة السادسة delighted. مبتهج، في منتهى السعادة أو في غاية السعادة. delighted. المثال عليها I am delighted to be here. نأخذ الكلمة السابعة أيضا wretched. رديء، بائس، حقير، شقي، تعيس أو فد شيء رهيب. wretched. والمثال على هذه الكلمة Her father is a great king but a wretched parent. الكلمة الثانية assortment. تشكيلة أو تصنيف أو مجموعة منوعة أو تنسيق. assortment.
assortment. This shop has a good assortment. This shop has a good assortment. Ability. الكلمة التاسعة ability. Ability. القدرة أو تمكن أو مقدرة طاقة أو قوة. Ability. He has great ability as a teacher. He has great ability as a teacher. والكلمة العاشرة والأخيرة من هذه الحلقة able. Able. قادر أو مؤهل أو بارع. Able. Are you able to help me? Are you able to help me? هل أنت قادر على مساعدتي؟ Are you able to help me? والآن حان وقت الاختبار بهذه العشر كلمات، طبعاً مشروحة بالتفصيل هذه الكلمات مع أمثلة ومع المرادفات وعبارات أكثر وأمثلة أكثر في الكورس الذي سوف أضع الرابط له في أسفل هذا الفيديو. إذا واجهت بعض الصعوبات في هذه الأسئلة الموجودة بالاختبار اللي هي عشر أسئلة، حاول اتابع هذا الرابط وراجع جميع هذه الكلمات واحفظها بالتفصيل وافهمها بشكل جيد حتى تتمكن من تطوير لغتك الإنجليزية. هيا لنبدأ بهذا الاختبار. حضر الكراس والقلم وأرجو من كتابة جميع الأجوبة في التعليق أسفل هذا الفيديو. السؤال الأول: ما معنى الكلمة التالية؟ able. Able. ما معنى كلمة able؟ ما معنى كلمة able؟ استخدمها أيضا في جملة. إذن اكتب لي معناها واكتب جملة باللغة الإنجليزية تستخدم فيها كلمة able. اكتب الإجابة بالتعليق. ولننتقل للسؤال الثاني: السؤال الثاني ability. Ability كما مر معنا سابقا. Ability. Ability. اذكر احدى مرادفات هذه الكلمة. اكتب احدى مرادفات كلمة ability. تجد المرادفات ومزيد من التفاصيل في الرابط الذي سأضعه اسفل هذا الفيديو. اذا لم تعرف مرادفات هذه الكلمة ستجدها في درس من هذه الدروس من الباقة. سوف أضع الرابط لجميع الدروس، بإمكانك الدخول ومعرفة ومراجعة مرادفات هذه الكلمة. أيضا اذكر أهم العبارات المستخدمة في هذه الكلمة. اذكر أهم العبارات المستخدمة في هذه الكلمة. ننتقل للسؤال الثالث: abuse. Abuse. ما معنى هذه الكلمة؟ كلمة abuse ما معناها؟ معنى كلمة abuse. أيضا استخدمها في جملة. كون جملة باستخدام كلمة abuse. Abuse. ما معنى هذه الكلمة؟ السؤال الرابع: attractive. اذكر إحدى مرادفات هذه الكلمة. Attractive. Attractive. السؤال الرابع: اذكر إحدى مرادفات هذه الكلمة. كلمة attractive. السؤال الخامس: ما معنى كلمة finite؟ finite. ما معنى هذه الكلمة؟ ضعها في جملة. انطيني معناها، اكتب معناها في التعليق أسفل هذا الفيديو واستخدمها في جملة. السؤال السادس: enact. enact. اذكر إحدى مرادفات هذه الكلمة. enact. إحدى مرادفات كلمة enact. enact. ما هي مرادفات كلمة enact؟ السؤال السابع: ما معنى الكلمة التالية؟ delighted. delighted. ضعها في جملة. بعد أن تكتب معناها ضعها واستخدمها في جملة. delighted. أما السؤال الثامن: wretched. wretched. أعطيني إحدى مرادفات هذه الكلمة. wretched. 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 إحدى مرادفات هذه الكلمة. ما معنى الكلمة التالية في السؤال التاسع؟ assortment. assortment. ما معنى هذه الكلمة؟ assortment. ضعها في جملة أيضا. assortment. assortment. أما السؤال العاشر والأخير
هو اذكر إحدى مرادفات كلمة abroad. abroad اذكر إحدى مرادفات هذه الكلمة، كلمة abroad. abroad إلى هنا تنتهي حلقتنا لليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم بشكل كبير من هذه الحلقة. استمروا في مراجعة وحفظ هذه الدروس العشر الأولى، وأجيبوا على جميع الأسئلة، وسوف أدخل لأصححها بالتدريج وواحدة بعد الأخرى إن شاء الله. حاولوا أن تضعوا الوقت الكافي، تخصصوا الوقت الكافي وتركزوا على اللفظ الصحيح لهذه الكلمات والعبارات كلها. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء قريبا في العشر الدروس الأولى، من الدرس الحادي عشر إلى الدرس العشرين. سوف نخصص حلقة مراجعة وحلقة اختبار بالدروس القادمة إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.